يا بيت الله يا رب مشى ضاع ليا راه ما نسمح للدنيا ولا خيره اللي دار سباب. دابا تنطلب لسيدنا الله ينصرو وتنطلب للسلطات يدير التاويل باش يرجع يا ولدي. ولدي تعذب بزاف تعذب بزاف، هانتوما شفتوها في الفيديو، راه شتكى عليكم، راه طلب 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 لصحابو طلب العيالات وطلب للجار، عاونيني يا ربي. ساداش كما قلت، قال لي راه انت دابا سياحه وعمل، علاش ما تضربش عصفورين بحجر واحد، سير لتايلاند فيها ما يتشاف وفي نفس الوقت غتخدم بواحد يعني بواحد الاجر اللي هو مرتفع. انا صراحه الله فاش قالها لي ما ارتاحيتش، لكن العائله المحيطه بينا حتى واحد ما صدقنا لي حد الان. الاغلبيه تيقول راكم غير كاذبين، غير باغين تجمعوا الفلوس، غير باغين ديروا الشهره. ماشي غير انا اللي دنجم، راه ولادنا في الخطر. بخير وعافية.